كله بيستهدف المدنيه بحجه حماس بحجه استنوار بحجه هذا وبقتل المدنيه. فهمت؟ مين قال لك؟ وين المقاومين اللي قتلهم؟ وينهم؟ كم واحد قتل؟ كله مدنيين اللي بقتلوا. بالنسبة لخطاب نتنياهو كنا متوقعين انه يصير في هدنة، وكانت يعني املنا الامل الوحيدة في هذه المرحلة، لكن صدمنا بصدمة شديدة. لكن هو كان يعني يقصف المدنيين، يقصف الامهات وهم حوامل، يهد الدار كل ريتة على ساكنيها، يعني المدافع والصواريخ اللي بضرنا فيها تنقصف فيها جبال وصخور، مش بني ادمين، بشر من دم ولحم. ما جاب يصير على وقف اطلاق النار ولا شيء، هو اصلا بده يضل متابع هذا الشيء عشان يقتل الشعب الفلسطيني ويدمره اكثر من هيك، وانه على اساس انه يقضى على المقاومه، بس هو مش قادر يقضى عليها اساسا، فبيجي على الشعب الفلسطيني هو يقضى عليه. كان شعوري اني يعني اندهلت. نتنياهو هي نتنياهو، نتنياهو من عقدين. نتنياهو لم يتغير، مصاص للدماء، قتال الأطفال، قتال النساء. نتنياهو كنا متأملين أنه في خطابه يعلن عن هدنة، يعلن عن وقف إطلاق النار في الكونغرس الأمريكي، والكونغرس كله بسقف له بسحق له. يعني نتنياهو حاكم العالم كله، هيك اللي أنا شايفه. مش العالم حاكم إسرائيل، إسرائيل حاكم العالم.